شانتال أزي بونجور. بونجور، كيفك؟ كثير منيحة. منيحة، ماشي الحال؟ الحمد لله. شو مخبيتي لنا لليوم؟ اليوم مثل ما صرنا هيك جمعتين عم نعمل شوي هيك مثل ما بيقولوا برمة جولة على اللوكات يلي انعملت بكل شيء في مهرجانات حول العالم، اليوم وصلنا على لبنان. صح. على الميركس دور. بس قبل ما نبلش، لأنك سبقتيني. ايه. قبل ما نبلش نحكي عن الميركس دور، بس هيك بدي اقول لك شغله صغيره. ما بعرف انا قد ايه محظوظه انا ثاقب انه 26 شهر على قد نهار حلقتي. يعني انا عم بتطلع على التاريخ عم بشوف ايمتى رح يثاقب عيدك، ثاقب على النهار اللي انا الصبحيه معك فيها. اول شيء بدي اقول لك ينعاد عليك ان شاء الله عقبال ال 100 سنه، ويا ريت هيك بس بهالنهار زينب. ما بدي شيء منك غير هيك تشوفي حالك بعيوننا نحن هيك كيف بنشوفك، لانه فيك اشياء ما بقى منلاقيها بهالايام بالعالم وبتاثر فيها انا كل يوم. يعني قوه شخصيتك وعنادك والطريقه اللي بتحكي فيها، قديش ما في شيء انت بكعيك، هول اشياء انت بلا ما تحسي بحلوا على غيرك كل يوم، بس يقطع بتاثري فيهم على غيرك. بقى اليوم هيك بس حبيت اقول لك من كل قلبي ينعاد عليك وعقبال ما بحبك قد الدنيا. وانا كمان بحبك، ميرسي على كل كلمه قلتيها. وانا كثير بنبسط انه يكون في حوالي اصحاب مثلك، لانه نحن مش بس زملاء بالشغل، نحن كمان اصحاب على الصعيد الشخصي، وانتم هيك بتعطوني القوه والثقه وهيك لاقدر انا اكون افضل. ميرسي شانتال، ارتحت. اوكي، فينا نكمل ميركس دور. فينا نحكي عن ميركس دور. اوكي، اليوم رح نحكي شوي عن فساتين الميركس دور اللي شفناها الجمعه الماضيه. انا كان اكثر لوكس كانت بارزه واخذت ضجه. كان في كثير لوكس كلاسي واليجنت وحلوه، وفي كثير اشخاص عرفت كيف تلبس وتنسق تيابها. وبذات الوقت كان في اشخاص تحسيها علقت بالثمانينات، يعني راحت بغير زمن من الموضه. مش كثير رح نحكي عنه اليوم، ما رح نركز عليهم. بفتكر انه نحن شعب مزوي، عندنا كثير مصممين ازياء قوية. صح. ما بقى مقبول انه يكون في هيك اغلاط بهيك وقت. رح نحكي شوي عن اللوكات البارزه اللي كانت بالاشياء. صح، خاصه انه كمان المصممين الازياء اللبنانيه العالميه هن اللي عم بيلبسوا اجمل اطلالات بالخارج. بقى نحن مفروض نكون يمكن مثال. نحن مثال، ما مفروض يكون في غلط. يعني خاصة انه نحن عن جد عنا كل شيء ليكون اللوك مثالي. صحيح. حنبلش بالصور ونعلق عليهم. رح نبلش اول شيء بماجي بوغسن، اللي كانت فستان لابسه فستان من لابوشوازي نيلي كله شيك. وانا كثير حبيت، بحب شغله فيها لماجي انه بتعرف كيف تحسن حالها على طول. صح. كيف تحلي حالها، بدالك تشوفيها عم تتحلى وعم تصغر. صح. هالشغله كثير حلوه فيها، لانه بتعرف شو بيلبق لها وبتعرف كيف تجمل حالها، ما بتعمل ستيب غلط بهالشغله. صح، منقيه اللون الصح يعني لبشرتها بما انه هي بيضاء. صح. صح، والقصه يلي عطيتها هيك مدى للجسم، وكثير حلو الشعر والميك اب. وقفتها اللون قد ايه لبق لها، شعراتها قد ايه كلاسي، الميك اب الناعم. كثير كثير حبيت قد ايه طالعه مرتبه وما فيك ما في غلط. ما في غلط، اللوك كامل متكامل وعطيها حقها ومبينه كثير حلوه. ومثل ما قلتي عن جد يعني الممثله ماجي بغصن دايما بنحسها انه عم تصغر ودايما عم تتحلى على طول، كثير عم تتحلى. صحيح، وبنوجه لها تحيه اكيد. ومن اللوكات اللي كانت كثير حلوه، ثاني لوك عنا اياه لنبيله عواد لابسه فستان من زهير مراد. اوكي، كمان كان فستان كثير حلو، سيلفر فاتح كثير، فيري اليجنت، كثير مرتب. هي بيلبق لها كثير انه شعرها على طول يكون مفلوت، لانه عندها هيدا هيك قصه الشعر بتلبق على وجهها. وهي بنت ناعمه كثير وكلاس كثير، يعني شو ما لبسيت بيلبق لها. بتحسي نبيله اصلا جمالها لحاله يعني بيكون مضوي القطعه اللي هي لبستها، يعني منها بحاجه لكثير تعمل شيء قوي او تعمل تبين حلوه. وبعتقد انه ما في غلطه، يعني هالقد سمبل هالقد يعني كلاسي. ما بفتكر شخص بيقدر يروح على الميركس دور فالت شعره هيك مثل نبيله، بس هي الشخص الوحيد اللي بيقدر يطلع على ايفنت رسمي بهاللوك وهالقد يلبق له من دون ما تعمل افورت. عن جد جمالها ما ضروري تعمل فيه افور زياده. رح ننقل على ثالث لوك لزوجة معتصم النهار لين، اللي كانت لابسه فستان من ذا اور دريس لصادق ماجد، الفستان الابيض. كمان من اللوكات اللي كثير حبيتها، لانه كمان حبيت طريقه التنسيق
يعني كثير حبيت شعراتها قد ايه كانوا مناسبين للفستان، الميك اب الناعم، بما انه هي جمالها بيلبق له هالنعوميه بالميك اب، وحبيت انه اختارت اللون الابيض كثير لانه بتحسي بيعطي امل بهالفتره، خاصه انه الايفنت كان بوضع وبفتره شوي صعبه على العالم او كان الرساله من وراء انه يكون في نوع من امل. مزبوط. انا صراحه لين هو بتخيل اكثر فستان حبيته بالميركس دور، حسيت قد ايه هي رايحه على هيدا اللوك السيمبل اليوروبيان، بس كثير عطيها هيك تقل وعطيها شياكه، وهون يمكن منقول قد ايه اوقات مش ضروري كثير نلبس يمكن اشياء كثير شك او كثير مشغوله، وفينا نلبس فستان هالقد ناعم ويعطي هاللوك الحلو. الستايلينج كان كثير ناجح كتير. وعن جد شعراتها كثير كانوا لابقين للوك اللي كانت لبسته، كان الستايلينج من ذا اوي دريس. بدي اوجه لهم كمان تحيه لانه كان البست دريست لوك. وانا كمان بدي اوجه لهم تحيه لانه دائما بيهتموا كمان باطلالاتنا بس يكون عندنا ايفنت، بقى تحيه كثير لذا اوي دريس. في عنا الفستان اللي بعده لرحمة رياض اللي كمان لابسة فستان من زهير مراد. هيدا الفستان كثير عمل جدل شانتال على السوشيال ميديا، لأنه كان قوي فيه فوليوم، عالم حبت قديش هو هيك قوي ومختلف، وفي عالم نقذت منه. طبيعي شيء بلون قوي هالقد وفيه هالقد فوليوم كبير بتحس فيه تناقض بيكون على طول بالأزواج. ويمكن لأنه هيدا اللون وهيدا التعريقة شانتال ممكن أوقات كثير تنظلم بالصور حسب الضوء، حسب الطريقة اللي اخدين فيهم الصورة، يعني بتخيل انه يمكن لايف كان عاطي حقه اكثر من الصور انظلم. حتى القماشة يعني انا عم ببرم بالصور عم بتفرج قماشة الفستان كثير حلوة ومنها مبينة بالصور قد ما مضوى الذهبي فيه، مخبى التفاصيل بالقماشة بالعكس من الفساتين اللي كانت كثير حلوة، بس اكيد لانه قوي وفيه كثير فوليوم وبتحس انه صحيح في اشخاص ما كثير حبت اللوك. رح ننقل لللوك اللي بعده، في عنا نادين نجام لبسة كمان فستان زهير مراد من الفول وينتر 21-22 من آخر كولكشن. رأيك؟ لك أنا شخصيا نادين كتير بحبها، بحب جمالها، بحب حتى شخصيتها، بحسها انه هالشخص اللي هالقد طبيعي دائما، يعني طريقه تعاملها، طريقه حكيها، الاتيتيود تبعها حلوه كلها على بعضها. الفستان ما في شك انه كثير حلو. انا شخصيا بحب كثير نادين بالالوان، يعني انا ما بنسى مره شفت فستان كانت لبسته اخضر قد ايه كانت طالعه الالوان كثير حلوه. ما في شك انه هي كمان من الوجوه يعني من يمكن اجمل النساء وحلوه كثير وهيك حلو الفستان، بس انا حسيته شوي يعني بكبر بالعمر، ما بعرف هيك حسيت. انا في بس ما في شك انه هيك حلو، يعني الفستان اكيد رائع كثير حلو. في شغله واحده بس هيك بعلق عليها لانه بلاقي انه انا بفضل التركيز يكون على جمالها، هيدا اللي انا قصدي منه. حسيت انه ما كان في لزوم انه تعمل موديل بشعرها، بحسها هي من الاشخاص اللي لو لبست هيك فستان مع سليك لوك بشعرها كان بين جمالها بعد اكثر، لانه ما بحس هي عايزه عجقه. قصدك انه بلا ما تشقل يمكن لو تركته للشعر ناتشورال. قوه بالفستان كثير، الفستان شك وسيلفر وفي ويفي بالشعر وفي شقله وفي ما في لزوم لها هي شخصيا، ما في لزوم، خاصه انه هي شي بيكت بجمالها، يعني وصلت محل هي من اجمل النساء بلبنان، يعني بتحسي على بالك تشوفيها بشيء جديد. صح. وبتحسي على بالك تشوفيها هيك بالوان قويه بغض النظر الفستان كثير حلو واللوك كثير حلو. بس انا عملك يعني كنت شخص تاني لابس هذا الفستان كنت قلت لك اجمل. صح. فستان بالميركس بس. صح. لانه نادين بتحسي انه على طول يو هاف تو ريز ذا بار، يعني منا محتاجه لكثره الستايلينج بالاوتفيت اللي هي بتلبسه. صحيح. رح ننقل هلا على ديما عندها لفت لبس ثاني فستان من نيكولا جبران، فستان باللون الابيض، وكمان هذا الفستان كثير اخذ ضجه لانه قصه الصدر كانت كثير حلو. حلوه. انا كان عندي هيك حسيت انه ما في لزوم انه يا الكوليه يا الكعب اللي فيه اسود وابيض، حسيت الاثنين هلا يمكن مش مبينهم بالصوره، حسيت الاثنين كثير. شغله ثانيه انا بحب على طول انه يكون هو هيدا الشيء بالستايلينج، يعني مش رايي الشخصي، على طول وقت يكون في شيب قصه بالصدر معينه تلحقيها بالمجوهرات، وهذا الشيء على طول بنحكي فيه بفساتين الاعراس كمان، اذا عندكم راوند كوت بالقصه بتلبسوا النكلس راوند كوت. نفس الشيء هون انا حسيت
كثير في شارب ادجز على الاوف شولدر، لازم بركي يكون نازل شيء من ال، لازم يكون في شيء ادجي اكثر على رقبتها ليترك هيدي الشاربنس اللي بالاوف شولدر. شعرها كثير حلو، كثير اليجنت، الفستان رائع، كان البست تريس لوكس كمان بالميوركس، ميك اب كثير حلو، كثير حبيت الشعر كيف مشدود وافورتلس من ورا، يعني معمول بطريقه هيك مش كثير مشغول عليها، كانه كثير حلو اللوك. صحيح من الفساتين اللي كثير حلوه. في عنا بوسي شلبي اللي لابسة كمان الفستان الفوشيا. قولي لي رأيك. ليك هالزركة. ليك هالزركة كل مرة بتحطيني بمواقف. ليك أنه ما بعرف، أنا حسيت أنه اللون أول شيء كتير كتير قوي، يعني عادة هيك لون أنا بروح لفستان كتير سامبل، إذا بدي ألبس عبالي يكون هالقد اللون قوي. يعني اللون قوي والديتيلز تبع الفوليوم على الإيدين قوية، والشعر كمان مشغول بطريقة، يعني هيدا الشقلة العربية مش الشقلة يعني إنه إيه ما بعرف. إيه تفضلي. أنا حسيت فيك في عجقت الشعر مع الفستان. إيه؟ الفستان فيه شغل حلو، يعني حتى الكورسيه بغض النظر اذا شخص حبه ولا لا كثير نضيف شغل الفستان، يعني الكورسيه كثير حلوه عليها، بس بدنا ننتبه من العجقه. بس ايه هذا اللي عم بحكي عنه، بس يكون في عجقه بالفستان وبالكشكش وبالفوليوم، وهذا شيء كثير دارج هالسنه. الشعر بده يكون ناعم. الشعر بن هالقد ميدل بن على النص، خاصه انه هي شخص اشقر والميك اب سموكي اسود كثير، يعني بده يكون في محل بدها ترتاح فيه العين. صح، هذا هي يعني بتحضريه، يعني بتشوفي الفستان بتحسي انه في شيء كثير قوي، مش انه اللون كثير حلو. كمان الفستان يمكن مثل ما هو كقصه وكشغل مبين انه الفستان كثير حلو وثقيل، بس بذات الوقت هيدي العجقه هيك شوي بتحسيها مأذيه للعين. ايه كان لازم تريح العين بالميك اب وبالشعر، ويمكن كنا نحن قدرنا اكثر انه نشوف الفستان بطريقه ثانيه، لانه الفستان حلو. انا ما عندي مشكله يكون هيك شيء قوي، خاصه انه شخص مثلها هيك بتعمل ضجه، بتحس انه بتحب مرات تشوف هالحركه بهيك ايفنت وله اشخاص خصوصي، بس انه الستايلينج حسيت فيه كثير. بعد عندنا شانتال اربع صور ودقيقتين. اوكي معنا علي، بفتكر معنا علي قد وقت مثل ما بدي. في عندنا ناديا الجندي اللي لابسه هاني البحيري. اوكي كثير حبيت كتير. أول شيء اسم الله عليها عن جد، يعني إن شاء الله نوصل لعمرها ونكون هالقد يعني فريش وحلوين ومرتبين الشكل هالقد يونغ. شو هالقصة الصدر الحلوة على الكتف، الأوف شولدر، الشعر، الميك اب، ترتيبها، تصرفاتها، عن جد يعني أنا بالنسبة لإلي من كل اللي قطعه هي أكثر شخص كان كلاسي، وعن جد اسم الله عليها، يعني مش معقول. انصدمت أنا بس شفتها، حتى البشرة يعني بتشوف سحبة الإجرين مثل ما هيدا مع القصة، مع شو هالقصة اللي كتير حلوة قصة الكتف، قدي عارفة كل شيء لعمرها ولا يعني مركزها ولا كل شيء، والشك كتير حلو. في عنا دانيالا رحمة اللي كانت طالعة بريترو لوك كمان كتير حلو، كيف عملت ستيل لحالها الريترو لوك مع الفستان لجان لوي ساباجي مع شعراتها والميك اب، كثير حبيت التناسق مع بعضهم، الستايلينج كان كثير حلو، الفستان كان كثير لبق لها. صح مع شعرها ولون شعرها وكيف هي عامله هيدا اللوك، يعني الحلو كثير كثير حلو اللوك تبعها. رح نكفي بالصوره اللي بعدها. حبيت كثير انا انه نشوف الممثله ألسي فرناين كيف كانت عن جد كمان اليجنت وكثير حبيتها، يعني كيف ما صوروها ركزت كتافها وقفتها هيك كثير حسيتها كمان كلاسي، وعن جد برافو، بتنبسطي بتشوفي هالاشخاص اللي كثير شفناهم على الشاشه بالميوراكس هالقد مرتبين هالقد عرفوا يلبسوا. صح اسامي كبار يعني بعدهم محافظين على صورتهم حتى مظهرهم الحلو. صح في عندنا هون اروى اللي كانت لابسه فستان من نجا سعاده، الفستان كثير ديجا فيو بس ديجا انه حلو لبق لها هي ديجريدد كثير درج بالسنين اللي قطعيت هيدي الكوت ستريت كوت فوقها ترين من ورا كمان كثير شفناها وكثير ملبوس كثير اليجنت كثير مرتبه ونظيفه بس بذات الوقت نظيف الفستان بس بذات الوقت انه كثير منشف قبل ما في شيء جديد. رح نشوف شوي هيك بطريقه سريعه اللوكس الرجاليه اللي كانت لانه حتى هن بتحس كان في اغلاط. يلا هلا على السريع. اوكي على السريع. في عنا المخرج فيليب اسمر اللي انا بالنسبه لي كثير بحب اللوك سبار
بس مش بالميوركس. ايه كثير يعني في كان في سنيكرز وتيشيرت بيضه وهيك، وانا بحب ما عندي مشكله تروحي على عرس هيك. إيه. بس عندي مشكله تستلمي الجائزه بهالطريقه، المفروض يكون في لوك اكثر رسمي من هيك، وخاصه انه هو شاب حلو بيلبق له لبس كثير. وسام حنا اللي كان لبس نزلتي فيه اوكي انا بيلبق له يلبس بدله يعني انه اوكي بس ظبطت اخر شيء شاب حلو اوكي. في عنا وسام حنا اللي لابس بدلة ساتان خضراء. اوكي كفي انت. This is وسام. انا صراحة الشخص الثاني لا. ايه وهو هيدا وسام، وبحسه انه دايما بحب يطلع هيك من الشيء الاعتيادي اللي بنشوفه. يمكن لو حدا تاني كان اكيد حدا تاني لا. ايه بس هو هيك طالع كله على بعضه كلوك بلبنان. شوفي حدا عامل هيدا الشيء، انا صراحة بغض النظر اذا كلوك او كشيء بحب، بس بحسه مهضوم اوريجينال هيك طلع عن الشيء اللي عمل هيك ضجة. ايه لعل اكيد انه لو شخص تاني لبس هيدا الشيء كان رح يكون كثير لوك بنقص، بس لانه وسام لبق له كثير وعمل هيك لوك حلو كمان شاب حلو لما يزعل يعني على مجبوره تقول عنه كله. بس المغنيه كمان كان لابس بدله كثير حلوه، الستايلينج كان كثير مرتب بالصوره اللي قطعت. في عنا زياد برجي. ما انا ما بحب هيدا السواد، قد ايه بلبس اسود؟ إيه؟ بدله سوداء على شميس سوداء على بابيون سوداء وكرافات سوداء. انا بفضل ما تحكي انت صراحه بهالموضوع يعني، لانه اذا هو بس فات على الانستغرام تبعك هيك حب يتصفح رح يقول انه هيك فلع عن تحكي على راسه وعيني. بس بيجي البابيون السوداء مع الشميز السوداء بس هيك شيء محل يعني يكون لا مهضوم. انا حسيت شيء كثير سواد ومش مبينه اصلا حتى هون. في عنا معتصم النهار قالب غالب يلبس بده اياه. ما عنا مشكله شو ما بدك فيك تلبس، حتى فيك تجي بالتيشيرت والبدله اللي انتقدناها قبل. في عنا كوساي. كوساي اكيد اللي هو كان عم انه عم بيمثل هيك شبهوه بجوني دب وقت لانه طلع هيك بلوك جديد نقذر عالم شوي، بس هيدا اكيد كان لوك الدور اللي هلا هو اخده. وحتى يعني الغريب حلوة كيف طلع. إيه؟ انا ما يعني ما انقذت وما انزعجت. إيه ولا حسيت انه بيلبق له لانه هيك بتحسيه فنان هو. صح. عنده هيدا هو الفن الحقيقي اصلا يعني، بالعكس لازم يكون عم يجي بلوك يمكن هو هلا معتمده بالتصوير ويكسر هيدا القاعده انه نحن دائما هول الاشخاص اللي بنلبس هيدا البدله مع القميص البيضه شكلها طبيعي. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. ميرسي يا نحن وفريق صباح اليوم. ميرسي نتمنى لك مية سنة. لا ما بدك واحد بدك أكثر. ان شاء الله هالسنة بتكون سنة خير عليك وعلينا وعلى الجميع. اليوم عاملين قعدة نحن معك مش جايبين درينك. ميرسي كثير عن جد. شو بدي اقول لكم يعني، انا بعتبركم مثل عائلتي كثير سبيسيال. ميرسي لكم عن جد شانتال معن كلكم ميراي نانسي نضال كاسيني. بعرف انه اكيد بعرف يعني قبل ما بس شفتك فيت عرفت بدي اقول له لنضال كاسيني ميرسي كثير، لانه هو يعني ما بعرف شو بيقولوا هو ما بينسى حدا. اول شيء ما بينسى حدا، ثاني شيء هو بيعرف انا قد ايه يعني لي بحياتي. بنجاح وبجمال وبحب وبفرح. انت حدا بتمثل الصوره الحلوه للتلفزيون جديد صباح كل احد بصباح اليوم بترتيبك وتهذيبك وبالماده اللي بتقدميها وبجمالك وبالرقي اللي بتقدميها على الشاشه. زينا انت بتعرف انا على صعيد الشخصي قد بحبك من قلبي من جوا من جوا، وانت من المفضلين عندي بصباح اليوم. بس لازم كل الناس تعرف انه النجاح اللي عم تعمليه انت على تلفزيون جديد هو ثمرة تعبك وجهدك. من فقرة عن موضة كنت قاعدة محل شانتال، نزلتي سمعتي قصص الناس ووجعها بأربع آيات، واليوم انت بتنوري شاشة الجديد كل أحد. بتمنى لك أولا نضل منورة هالشاشة لأنه بتلبق لك كثير. بتمنى لك كل الحب والفرح والله يخلينا لنا بعض. يا الله شو بدي أقول. أول شيء بدي أقول لك إنه
انا بحبك كثير وانت بالنسبه لي يعني هيدا الشخص اللي فات على حياتي وغير لي حياتي وما في استغنى عنك بكل شيء. انت بتعرف انه اللي بيجمعنا مش بس شغل، انت بتدعمني بشغلي وبحياتي، وانا بعتبر حالي انه محظوظه انه يكون في شخص مثلك حدي. ميرسي على كل الفرص، ميرسي للتلفزيون الجديد كمان اللي امن فيي وحطني بهيدا المحل.